شحال عندها من ديالكم مخالفة؟ ثمانية. مازال ما سدتهاش؟ مازال. وماكش تمشي بالمخالفة؟ المخالفة على واش دار لكم مخالفة؟ يعني مناورة خطيرة. مناورة خطيرة؟ مناورة خطيرة. الخوضة وراه؟ وعلى راك داير تما؟ الموطو مش تاعك والكاسك، واش دخل الموطو والكاسك في الوسط؟ انت سلمت سلفت الموطو بالكاسك تاعها. هذا الانسان اللي طالك الموطو طالك بالكاسك، هكذا عطاها لك بالخوذه. اي ما ديرها؟ انا اللي ما طبقش. انت ما طبقش؟ هكذا القرار الولائي انت على بالك به ولا ما تعرفوش؟ على بالك بلي تحولوك المحشر. قرار الولايه تحول المحشر. ثانيا رخصة السياقة. تعال عندك مخالفة، داير لك مخالفة وما سددتهاش وماكش تمشي بها، ما عندكش هذيك المخالفة فيها 10 تمشي بها 10 أيام. هكذا تراك تقول لي دركا عندها 8 أيام ملي دارك صافي ما زادتش شارية المفروض. تقدر تمشي بها؟ هو راهي يعني هنا في الطوموبيل ما تخليهاش الطوموبيل هذيك فيها هذيك تعوض لك رخصة السياقة. تعوض لك رخصة السياقة؟ إيه لازم علينا نتخذوا معك الاجراءات نحولوك. حتى تسلم لنا رخصه السياقه باش نسلموا لك حنايا الدراجه. صح القرار الولائي هذاك على بالك انت طلعت عليه ولا ما طلعتش عليه؟ تاع الخبضه على بالك بيه. ثم تارك متعمد. ثم تارك متعمد. القرار اللي يحب هاي والله هذه اللي نحبوها احنا صافي دير هذوك حنا كي ناخذوا معك اجراءات عادي.